اهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة نادي الاهلي. والى العناوين: طاهر يعقد 3 ندوات مع الاعضاء للحديث عن لائحة النظام الاساسي. الاهلي يهنى حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لليد. والاهلي يتوجه للاسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة المصري. مجددا والى التفاصيل. يعقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي 3 ندوات بمقر النادي بالجزيره وفرعيه بمدينه النصر والشيخ زايد ايام الخميس والجمعه والسبت المقبل للتحدث مع الاعضاء عن لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي. وخلال ندوات سيقوم رئيس النادي بالاجابه عن جميع الاستفسارات الخاصه بلائحه الاهلي وايضا الفارق بينها وبين اللائحه الاسترشاديه. ومن المقرر أيضا أن يبدأ المهندس محمود طاهر ندواته المفتوحة مع الأعضاء يوم الخميس المقبل بفرع الشيخ زايد ويوم الجمعة بفرع الجزيرة ثم السبت بمدينة نصر، علما بأن الدعوة مفتوحة لكل الأعضاء للحضور. وكان مجلس إدارة النادي حدد يومي 25 و26 أغسطس الجاري موعدا لإقامة الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي، حيث يقام التصويت يوم 25 في فرع مدينة نصر و26 في مقر الجزيرة. تقدم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي بخالص التهنئة للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد لولاية جديدة. وتمنى مجلس إدارة النادي الأهلي التوفيق لمصطفى والذي يشغل المنصب منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه واجهة مشرفة للرياضة المصرية بالخارج. وفاز الدكتور حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لدورة 5 على التوالي بعد إغلاق باب الترشح لخوض الانتخابات مساء الجمعة، ولم يتقدم أحد لمنصب الرئاسة، ويعتبر هذا الفوز هو الفوز الثاني على التوالي بالتزكية وللمرة 5 بالاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى الآن. غادر المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بلاده للانضمام لصفوف المنتخب استعدادا لمواجهة منتخب مالي في التصفيات الأفريقية والمؤهلة لنهائيات مونديال 2018. وكان اللاعب قد حصل على إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري للغياب عن التدريبات أمس من أجل الاستعداد للسفر، خاصة وأن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة المصري في نهائي كأس مصر بسبب عدم قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق المحلية. قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح إسلام محارب لاعب وسط الفريق والمنضم حديثا من صفوف نادي سموحة راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع للتخلص من آلام عضلة البطن والتي يعاني منها اللاعب. وكان محارب قد طلب من البدري عقب مشاركته في البطولة العربية الحصول على راحة، خاصة أنه انضم لتدريبات الأهلي مباشرة عقب انتقاله من سموحة. يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة المصري في نهائي كأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.
يخوض الأهلي المباراة بحثاً عن اللقب رقم 36 في تاريخه والغائب عن خزائن النادي منذ 10 سنوات. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلاً بك. أهلاً بك يا فيروز وأهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أمير في البداية احكي لنا عن أبرز فقرات تدريب النهاردة. طبعاً النهاردة المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي في ملعب مختار السيرش قبل السفر بعد المران مباشرة لمدينة الإسكندرية والاستعداد من خلال معسكر مغرق لمباراة الماتش في نهائي كأس مصر اللي هي أكيد مباراة مهمة جداً بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، لكن خليني بالتحديد أتكلم عن ملامح المران النهاردة. يمكن المران كان مفترض إن هو يبتدي الساعة 5، قبل المران بربع ساعة يمكن الساعة 5 لربع كان في محاضرة من قبل الكابتن حسام البدري طبعا للاعبين اتكلم فيها عن أهمية المباراة، واضح إن كان ليه تعليمات محددة للاعبين اللي أكيد هيشاركوا في المباراة دي. الاجتماع ده طبعا استمر حوالي ساعة إلا ربع، بالتالي المران ابتدى الساعة 5:30 بالضبط. ابتدى بعض التدريبات البدنيه الخفيفه جدا، يمكن الجهاز الفني نزل الاحمال البدنيه بشكل ملحوظ، ايضا كان في بعض تدريبات الكره الترفيهيه والخفيفه بشكل كبير جدا. دلوقتي بالضبط هيبتدي تقسيمه طبعا تحت اشراف الجهاز الفني، تقسيمه واضح ان هيكون فيها بعض الجوانب التكتيكيه بشكل كبير جدا، واضح ان الكابتن حسام البدري ليه فكر تكتيكي معين عايز يبتدي بيها هذه المباراه، خصوصا ان هي مباراه مهمه ومباراه فيها بعض الحساسيه اكيد زي ما احنا عارفين مباريات الاهلي والمصري دايما بتمتاز بالقوه والنديه، واكيد في تعليمات محدده من كابتن حسام البدري وجهازه المعاون اللاعبين للفوز ان شاء الله في هذه المباراه ومن ثم تحقيق اللقب الغائب عن النادي الاهلي منذ فتره كبيره يا فيروز. نعم، طيب امير هل فريق كامل ومستعد للمباراه مباراه المصري؟ طبعا الفريق كله مكتمل، كل اللاعبين جاهزين من الناحيه البدنيه ومن الناحيه المعنويه ومن الناحيه الفنيه بشكل كبير جدا، يمكن اللي هيغيب بس عن المباراه كل من سعد سمير وكريم نثبت بسبب الاصابات المختلفه. سعد سمير زي ما احنا عارفين عنده طبعا اصابه او شد في العضله الاماميه، كريم نثبت عنده شد في العضله الخلفيه، لكن هم ليهم بعض التدريبات التاهيليه اللي بيقوموا بيها في هذه اللحظات في ارضيه ملعب مختار السيرش تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، هو بالتالي هم مش متواجدين طبعا في هذه المباراه بخلاف الصفقات الجديده المنضمه حديثا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين ان هم مش هيشاركوا في بطوله كاس مصر، لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير جدا للمباراه وواضح عليهم الجديه، يعني الجديه طبعا واضحه على وجوه لاعبي النادي الاهلي والتركيز الشديد خصوصا ان هي مباراه اكيد مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره يا فيروز. طيب امير من خلال متابعتك للتمرين هل ملامح التشكيل بدات تظهر؟ يعني نسبين لسه ما ظهرتش، ممكن خلال مران بكره اللي هيكون مغلق ولا مش هيكون متواجد فيه اكيد اي حد في برج العرب، وممكن كابتن حسام بشكل كبير يظهر شكل التشكيل خصوصا ان هو اكيد هيبقى معرف اللاعبين اللي هيبتدوا المباراه ودي اكيد طريقه كابتن حسام بدري، لكن النهارده التشكيل مش باين قوي، لكن خلينا نقول التشكيل المتوقع برضه يا فيروز لجمهور النادي الاهلي هيكون حراسه المرمى شريف اكرامي امامه محمد نجيب رامي ربيعه ناحيه الشمال علي معلول ناحيه اليمين هيرجع احمد فتحي بعد انهاء الايقاف خصوصا ان هو كان موقوف في مباراه سموحه، في نص الملعب هيكون الاقرب متواجد حسام عاشور وعمر السوليه، امامه هيكون متواجد بكل تاكيد عبد الله السعيد احمد حمودي جونيور اجاي لو كابتن حسام البدري هيبتدي بمهاجم ممكن يكون عمرو جمال او عماد متعب، ومن الوارد كابتن حسام يبتدي بجونيور اجاي على ان يكون طبعا مؤمن زكريا او وليد سليمان هم صناع الالعاب بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، ويكون جونيور اجاي هو المهاجم الوحيد. التشكيله مش هتخرج عن الاختيارات دي بنسبه كبيره، والواضح خليني اقول لك ان واضح كمان خلال تقسيمه دلوقتي انا بتفرج هتكون دي التشكيله الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي خلال المباراه دي، لكن يبقى الجوانب التكتيكيه هي اللي اكيد هتكون ليها دور كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال هذه المباراه، واكيد كابتن حسام البدري عنده فكر معين عايز يطبقه خلال هذه المباراه، خصوصا ان عارفين فريق المصري فريق قوي استطاع ان هو يفوز على الزمالك باقتدار بشكل رائع، فاكيد مباراه ليها حسابات كبيره جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. نعم امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف، اكيد كل التوفيق للفريق الاول في لقاء المصري. وإلى اتحاد الكرة، حيث أعلن اتحاد الكرة عن حضور وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى ناديي الأهلي والمصري والأمن يفيد بحضور وفد من النادو مباراة نهائي الكأس لسحب عينات من لاعبي الفريقين للكشف عن المنشطات. وكان نادي الأهلي قد طلب خضوع لاعبي الفريقين لفحص المنشطات، وهو الأمر الذي قوبل بالموافقة من اتحاد الكرة. يجري الاتحاد المصري لكرة القدم في 12 ظهر غد الاثنين قرعة مسابقة الدوري الممتاز الموسم الجديد 2017-2018، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد بالجزيرة. ووجه الاتحاد الدعوة لجميع الأندية المشاركة في المسابقة لحضور مندوبيها لمراسم القرعة بموجب خطاب تفويض مع استمارة البيانات لتحديد كل نادي لملعبه والألوان الرسمية والاحتياطية والتي سيرتديها فريقه. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر السفر يوم 29 أغسطس الجاري إلى العاصمة الأوغندية كامبالا استعدادا لمواجهة أوغندا يوم 31 من نفس الشهر في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريبا أخيرا بستاد برج العرب في الإسكندرية يوم 29 ثم السفر بطائرة خاصة إلى أوغندا. كان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن أسماء 15 لاعبا من المحترفين بالخارج، وهم عصام الحضري، مصطفى فتحي التعاون السعودي، محمد عبد الشافي من أهل السعودية، أحمد حجازي من ويست برومتش الإنجليزي، محمد النني من أرسنال الإنجليزي، محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، عمر جابر من نادي بازل السويسري، أحمد كوكا من سبورتينج براغا البرتغالي، ومحمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي، وكريم حافظ من لنس الفرنسي، ومحمود تريزيجيه من قاسم باشا التركي، ورمضان صبحي من نادي ستوك سيتي، وعمرو وردة من ديسبورتيفو البرتغالي، وسام مرسي من ويجن انجلترا، واحمد المحمدي من استون فيلا، على ان يتم الاعلان عن اسماء اللاعبين المحليين يوم الاربعاء. يلتقي المنتخب الوطني المحليين نظيره المغربي في 7 مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية في لقاء الذهاب للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2018 بكينيا. يدير المباراة طاقم حكام ليبي يضم كل من محمد رجب عمارة ويعاونه عطالله مسعد ووحيد الجهاوي وعصام الجهاني حكما رابعا. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم 18 أغسطس الجاري بالرباط. قرر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني حضور مباراة منتخب المحليين اليوم مع شقيقه المغربي في ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا كينيا 2018. وتابع الجهاز الفني للمنتخب بعض اللاعبين في منتخب المحليين قبل إعلان القائمة النهائية للفراعنة الأربعاء المقبل استعدادا لمباراتي أوغندا في تصفيات المونديال والمقرر لهم 31 من أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تجربتين وديتين غدا الاثنين ضمن معسكره بالقاهرة
للاطمئنان على حالة الصفقات الجديدة. وقرر هاني رمزي المدير الفني للفريق خوض اللاعبين للتدريبات على فترة واحدة بدلا من التدريب مرتين خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد. وينتظر هاني رمزي الانتهاء من برنامج التجارب الودية لحسم القائمة الأولية لإرسالها لاتحاد الكرة. دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث تقدم اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي بخالص العزاء لنجمي كرة اليد السابقين أشرف عواض وحازم عواض في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهما. وقدم اللواء شيرين شمس المواساة لنجمي الأهلي السابقين داعيا الله عز وجل أن يسكن الفقيد جنته وأن يلهم الأسرة الصبر والصلوات. وفي خبر آخر، غادرت اليوم بعثة المنتخب الوطني للشباب في كرة الطائرة تحت 19 سنة إلى البحرين للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم والمقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 18 وحتى 25 من أغسطس الجاري. ويقع منتخب الطائرة تحت 19 سنة في هذه البطولة ضمن المجموعة الأولى والتي تضم البحرين، أمريكا، تونس وبورتوريكو. وإلى جولة في الملاعب العالمية، وخبر اليوم ولا صوت يعلو على صوت الكلاسيكو الأسباني، حيث يفتتح ريال مدريد وبرشلونة منافسات الموسم الجديد لكرة القدم الأسبانية من خلال مباراتهما اليوم الأحد في ذهاب كأس السوبر على ملعب كامب نو معقل برشلونة، على أن يلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الريال في مباراة الإياب. وتذاع المباراة على شاشة اون سبورت وأبوظبي الرياضية بعد نجاح شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للكرة المصرية بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام في إيقاف التشفير مؤقتا وتحقيق حلم المشاهد العربي في متابعة الفرق الأوروبية على القنوات المفتوحة. وتعتبر مباراة الكلاسيكو الأسباني بداية، حيث تسعى شركة بريزنتيشن خلال الفترة المقبلة للتعاقد على أحداث عالمية ستكون مفاجأة سارة للمشاهد العربي. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. الأهلي في الإسكندرية والبدري يحفز اللاعبين بالثنائية. ومن الجمهورية البدري للاعبي الأهلي لا تهاون أو دلع ولا بديل عن اللقب. أما من المساء فقبل 48 ساعة من نهائي الكاس، جدية وحماس في ميران الأهلي. ومن الوفد الأهلي وافق على سفر أجاي إلى نيجيريا.
المصري اليوم زكريا جاهز للمصري والفريق يعسكر في الإسكندرية. ومن الوطن سبورت الأهلي راح 7 أيام عقب نهائي الكاس. من الشروق كوبر يضم صالح جمعة لقائمة المنتخب استعدادا لمباراتي أوغندا. ومن الدستور الأهلي يستعين بلقاء الزمالك لفك شفرة المصري في نهائي الكاس. أما من البوابة نيوز فجهاز الأهلي يشيد بمستوى ربيعة خلال الفترة الأخيرة. من فيتو ليندمان يدعم نجوم الأهلي قبل نهائي كأس مصر. ومن في الجول الأهلي يبدأ معسكره المغلق اليوم استعدادا لنهائي الكأس. من دوت مصر أيمن أشرف ارتحت بعدما عدت إلى بيتي النادي الأهلي. ومن يور سبورت عربية البدري يجهز هشام محمد بديلا لحجازي في الأهلي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.